السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا خبز خفيف رطب بحال ديال المخبزات تماما، والاهم انه سهل جدا بدون دلك بدون مجهود كبير وبلا عجانه غير بالخلاط الكهربائي، وكيجي ناجح جدا. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في المرحله الاولى غادي نحتاجو زلافه ديال المدافي فيها 350 مليلتر، وزلافه ديال دقيق القمح الصلب اي الفينو او السميد ناعم جدا فيها 300 غرام، ومعلقه كبيره من خميره الخبز فيها 25 غرام، ومعلقه كبيره من السكر الخشن او السنيده. كناخذو الخلاط الكهربائي ونوضعو فيه المدافي ونزيدو عليه السكر الخشن، ومن بعد خميرة الخبز، وفي الأخير كنضيفو عليهم دقيق الفينو أو السميد ناعم جدا. ونخلطو مزيان من 3 حتى 4 دقائق حتى يندمجو لينا المكونات مزيان. ومن بعد ما تخلط العجين مزيان غادي نفرغو في القصرية، كيجي على هذا الشكل ثقيل شوية كيف ما كتشوفو. وفي هذه المرحلة غادي نحتاجو زلافة ديال الدقيق الأبيض فيها 250 غرام، ومعلقة صغيرة ديال الملح، وثلاثه المعالق كبار ديال زيت المائده. كنضيفوا الملح للعجين والزيت حتى هو، ونبداو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه. حنا كندخلوا فيه في العجين غير بالاصابع حتى كيتجمع لينا العجين. بالنسبه للدقيق انا خدا ليا 250 غرام بالضبط، وممكن الكميه تختلف على حسب نوعيه الدقيق، يعني ممكن تحتاجوا اكثر. المهم كتبقاو تزيدوا بشويه بشويه وانتم كتجمعوا بلا ما يتدلك العجين نهائيا حتى تحصلوا على هذه النتيجه. كيكون العجين متماسك ورطب في نفس الوقت وشويه كيتلصق فيه. كندهنوا بالقليل من الزيت، وغدا نغطي عليه بفيلم اليمونتير من الفوق ونخليه يخمر لمده ساعه على حسب الجو. المهم انه يتضاعف الحجم ديالو جوج حتى ثلاثه المرات. من بعد ما خمر العجين وضاعف الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا كيبان بحال لا مدلوك تماما، غادي نحيدو عليه فيلم اليمونتير وكنفزك يدي ونخرج الهواء اللي تكون في العجين بهذا الشكل. وفي هذه المرحله غادي نحتاجو القليل من السميد. بالنسبه ليا غادي نستعمل السميده الرقيقه اللي كندير في البغرير، وممكن نستعملو غير الفينو. كنرشو الطاوله بالسميده ونفزق يدي بالماء باش يسهل عليا نشكل الكويرات. ممكن تشكلوهم في الحجم اللي بغيتو، بالنسبه ليا غادي نديرهم صغار باش يجيو بحال ديال المخبزه. ونبقاو نشكلوهم حتى نكملو العجين كامل. بالنسبه ليا غادي يخرجوا ليا 8 ديال الخبيزات صغار. ومن بعد كنزيد شويه ديال السميده في طاوله العمل، وكنبدا نجمع كل قريصه وندوزها في السميده، ونبقى بنفس الكيفيه حتى نكملهم كاملين. كنرشها كامله، ومني كنشكل القريصه كنحطها في منديل ونبقى بنفس الكيفيه. ومن بعد غادي نبسط العجين دائما بالسميده، ما غاديش نرققها بزاف، نخليها شويه غليظه.
ونحطها يا اما في الطاوه ديال الفرن مباشره ولا فوق منديل. كيف ما كتشوفوا انا غنحطهم كاملين في منديل ونبقى نكرس فيهم حتى نكملهم كاملين. وصافي مني كنكملهم كاملين كناخذ غازوار وكنبدا نشرط الخبز ونغطيهم بمنديل اخر ونخليهم يخمروا للمره الثانيه حتى كيضاعف الحجم ديالهم. اون فوا كيخمروا على هذا الشكل كنبدا نوضعهم في الطاوه وندخلهم للفرن اللي سخنته من قبل. بالنسبه ليا عندي فرن ديال الضو كنشعلو على اعلى درجه وندخلهم في الوسط ونخليهم يطيبوا من الفوق والتحت في نفس الوقت حتى كيتحمروا ونخرجهم. كيف ما كتشوفوا كيبداو يتنفخوا وكنخليهم حتى كيتحمروا وكيجيو على هذا الشكل محمرين وزوينين تماما بحال ديال المخبزات. في الاخير كيجي الخبز على هذا الشكل زوين رطب وخفيف بزاف بزاف وسهل جدا جدا بلا دليك بلا تماره وبنتيجه رائعه جدا. وكيف ما كتشوفوا كيجي محمر من الفوق ومن التحت كيجي زوين بزاف تماما بحال ديال المخبزات وكيجي من الداخل رطب. انا غنحل لكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي. كيجي رطب زوين بزاف بزاف كيستاهل التجربه. كنتمنى تجربوه حتى نتوما وان شاء الله غادي يعجبكم وتوليو ديروه دائما. وما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه كندعوكم الاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وشكرا للمتابعه والى وصفه اخرى باذن الله.